السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 1 أو الصف الأول الابتدائي ترم 2 أو الترم الثاني، والنهاردة هنبتدي نشرح مع بعض يونت 10. يونت 10 أو الوحدة العشرة out and about. out and about أداء الأشياء خارج المنزل. وعايز أنوه إن إحنا شرحين يونت 8 ويونت 7 ويونت 9 بالكامل موجودين على القناة، وزي ما إحنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا واضح من اسم يونت 10 إن إحنا بنتكلم عن الأماكن خارج المنزل. الكلمات الهامة هنا يا أصحابي لازم نكون عارفين يعني ايه سايت. سايت هنا ال جي اتش سايلنت فبتتقري سايت. سايت يعني حاسة النظر. سايت سايت سايت. تيست 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 اللي هي حاسة التذوق. تيست تيست تيست. تاتش تاتش اللي هي حاسة اللمس. touch touch touch. smell 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 اللي هي حاسة الشم. smell smell smell. hearing 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 اللي هي حاسة السمع. hearing hearing hearing. وطبعا hear يعني يسمع. hear يعني يسمع. shout shout يعني يصرخ. shout shout يعني يصرخ. cow cow يعني بقرة. cow cow يعني بقرة. owl owl يعني بومة. owl owl يعني بومة. tree tree يعني شجرة. tree يعني شجرة. toe toe يعني إصبع القدم. toe toe يعني إصبع القدم. أصابع القدم اسمها toes. flower flower يعني زهرة. flower flower يعني زهرة. noise noise يعني ضوضاء. noise noise يعني ضوضاء. events events يعني أحداث. events events يعني أحداث. setting setting اللي هو مكان الحدث. setting setting اللي هو مكان الحدث. look at look at يعني ينظر إلى. look at look at يعني ينظر إلى. teeth teeth يعني أسنان. teeth teeth يعني أسنان. neck neck يعني رقبة. neck neck يعني رقبة. tail tail يعني ذيل. tail tail يعني ذيل. wing wing يعني جناح. wing wing يعني جناح. feathers feathers يعني ريش. feathers feathers يعني ريش. legs legs يعني أرجل سيقان. legs legs يعني أرجل سيقان. ant ant يعني نملة. ant ant يعني نملة. long long يعني طويل. long long يعني طويل. short short يعني قصير. short short يعني قصير. head head يعني رأس. head head يعني رأس. smooth smooth يعني ناعم يعني أملس. smooth smooth يعني ناعم يعني أملس. sand sand يعني رمل. sand sand يعني رمل يعني رمال. shell shell يعني صدفة يعني صدفة أو قوقعة. shell
شل يعني صدفة يعني قوقعة. delicious delicious يعني لذيذ الطعام. delicious delicious يعني لذيذ الطعام. hand يعني يد. hand hand يعني يد. wind wind يعني رياح. wind wind يعني رياح. chair chair يعني كرسي. chair chair يعني كرسي. stop stop يتوقف. stop stop يتوقف. character character يعني شخصية. character character يعني شخصية. on on يعني على أو فوق. on on يعني على أو فوق. under under يعني تحت أسفل. under under يعني تحت أو أسفل. pick up pick up يعني يلتقط. pick up pick up يعني يلتقط. listen to listen to يعني يستمع إلى. listen to listen to يعني يستمع إلى. see see يعني يرى. see see يعني يرى. giraffe giraffe يعني زرافة. giraffe giraffe يعني زرافة. crocodile crocodile يعني تمساح. crocodile crocodile يعني تمساح. camel camel يعني جمل. camel camel يعني جمل. lion lion يعني أسد. lion lion يعني أسد. elephant elephant يعني فيل. elephant elephant يعني فيل. monkey monkey يعني قرد. monkey monkey يعني قرد. snake snake يعني ثعبان. snake snake يعني ثعبان. penguin penguin يعني بطريق. penguin penguin يعني بطريق. fox fox يعني ثعلب. fox fox يعني ثعلب. وطبعا الكلمات دي مهمة جدا ان احنا نحفظها، لازم نحفظها كلها. ده هوم وورك ليكو، لازم تحفظوا الكلمات دي كويس. ولازم كمان نحفظ on the beach. on the beach يعني على الشاطئ. on the beach on the beach يعني على الشاطئ. at the beach at the beach يعني عند الشاطئ. at the beach at the beach يعني عند الشاطئ. open the door open the door يعني افتح الباب، يفتح الباب. open the door open the door يعني يفتح الباب او افتح الباب. ولازم يا اصحابي نكون عارفين يعني ايه can. can يعني يستطيع. verb to can يعني verb يستطيع او فعل يستطيع. فلما اقول لك I can انا استطيع see and ارى with be my eyes. my eyes يعني عيني. يبقى I can see with my eyes يعني انا استطيع ان ارى بأعيني. I can hear with my ears يعني انا استطيع ان اسمع بأذاني. I can hear with my ears يعني انا استطيع ان اسمع بأذاني. I can smell with my nose يعني انا استطيع ان اشم بأنفي. I can smell with my nose يعني استطيع ان اشم بأنفي. I can touch with my hands يعني انا استطيع ان المس بيدي. I can touch with my hands. I can taste with my mouth يعني انا استطيع ان اتذوق بفمي. I can taste with my mouth يعني انا استطيع ان اتذوق بفمي. فهنا الحواس الخمسة او الاجزاء اللي احنا بنستخدمها في جسمنا علشان نقدر نعمل عملية الابصار والسمع والشم واللمس والتذوق. ف I can يعني انا استطيع ان، وطبعا زي ما عرفنا من شوية I can see I can hear I can smell I can touch I can taste. وهنا بنتكلم يا اصحابي عن الباست
tense أو زمن الماضي البسيط. ال past tense أو زمن الماضي البسيط. طبعا أي فعل في الدنيا حتى في اللغة العربية بيبقى ليه مضارع. يعني ايه مضارع؟ المضارع اللي هو بيحصل دلوقتي، بيحصل في الوقت الحاضر، وبيبقى ليه ماضي. الماضي ده اللي هو بيبقى حصل خلاص وانتهى في الماضي، وبيبقى كمان ليه صيغة مستقبل لو هتعمل الحاجة دي بعد كده، وهنتكلم على الجزء ده بعدين ان شاء الله. فطبعا زي ما اتفقنا ان اي فعل ليه تصريف في الماضي، يعني لما الفعل ده بيكون حدث خلاص وانتهى في الماضي. فهنا مثلا بيقول لنا go يعني يذهب، وده في present او في المضارع. لما اقول لك ان هو خلاص ذهب بقى مشي، فبنقول went. went يعني ذهب، يعني خلاص مشي. طب is يعني يكون، زي ما عرفنا لما اقول لك he is هو يكون، او she is هي تكون. is او يكون في المضارع في الماضي بقت was. was يعني خلاص كان. was يعني كان. يرى يعني سي، يرى يعني سي. لو خلاص هو بقى رأى خلاص بنقول سو. سو يعني رأى. سو يعني رأى. بيك يعني يلتقط. بيك يعني يلتقط. طب التقط يعني ايه؟ بيكد. بيكد يعني التقط. بيكد يعني التقط. فلما يجي اقول لك ريم went to the beach، ريم went to the beach، يعني انا بقول لك دلوقتي ان ريم ذهبت خلاص الى الشاطئ. ليه؟ لان went يعني ذهبت خلاص، ده في الماضي. طب لما اقول لك it was sunny، it was sunny يعني ان اليوم كان مشمس. was هنا بتقول لنا كان في الماضي، يبقى احنا بنتكلم ان هو خلاص كان مشمس، بس دلوقتي خلاص ما بقاش مشمس، يبقى it was sunny انه كان مشمسا. طب لما اقول لك she saw a shiny pink shell، she saw هي رأت، هي شافت، shiny shiny يعني لامع، pink يعني وردي، shell shell يعني قوقعة زي ما قلنا او صدفة. فانا بقول لك ان هي رأت قوقعة او صدفة لونها pink او وردي وكانت بتلمع. she saw a shiny pink shell. ولما اقول لك she picked it up يعني هي التقطتها، هي قامت بالتقاطها. طبعا يا اصحابي لازم نكون عارفين ان اغلب الافعال، معظم الافعال يعني، لما بتيجي في صيغة الماضي او في صيغة الباست تنس في صيغة زمن الماضي بنحط لها ed، بس في افعال تانية بيبقى ليها التصريف بتاعها. زي ما قلنا من شوية go مينفعش نحط لها ed، بس بتكون went. is بتبقى was. سي بتبقى سو. لكن فعل زي بيك او يلتقط بنحط له ايدي وبيبقى بيكد او التقط، زي ما قلنا من شويه في زمن الباست تنس او زمن الماضي البسيط. وناخد الافعال دي واحنا بناخد المنهج الجميل بتاعنا كونكت بلس على مدار المنهج. طبعا يا اصحابي ما تنسوش ان احنا شرحين فيرب تو بي او فعل يكون في المضارع وفي الماضي كمان، فهتعرفوا ان از هتبقى was في الماضي، وممكن كمان تكون where يعني كان. وطبعا هتعرفوا الكلام ده بالتفصيل لو اتفرجتوا على الحلقة بتاعت verb to be والشرح بتاعه بشكل مبسط جدا. وهسيب لكم لينك الحلقة بتاعت verb to be في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي جزء مهم جدا يا اصحابي لازم نكون عارفين، ان احنا لما نيجي ننفي اي فعل نقول ان الفعل ده ما حصلش بنحط don't. فدونت او لا تفعل بيجي بعد منها الفعل في المصدر. وبكده نكون انهينا شرح درس النهارده. المره الجايه ان شاء الله هنعرف ازاي ننفي وازاي نقول صيغه امر للاشخاص التانيين عن طريق ان احنا نكون جمله سليمه. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهارده. المره الجايه ان شاء الله هنعرف ازاي نحط الجمله في صيغه النفي، ازاي نكون جمله سليمة ونحطها في صيغة الأمر كمان. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو.
وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.